بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام أينما كنتم، انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق للجميع الأخوان المشاركين في هذا الانطلاق المميز مع شوط الجعدان. ينطلق على حضراتكم مع المركز الأول والسابع الأشواط مع الصدارة والمركز الأول شاهين علي بن سعيد المالكي مع المركز الأول، المركز الثاني ثمين هزاع بن علي الهديوي مع المركز الثاني، مع المركز الثالث ضيف ناصر بن حمد الوهيبي على المركز الثالث والمركز الرابع. القادم والمنطلق في هذه اللحظات بشعار سعيد بن علي المالكي مع زعفران على المركز الرابع والمركز الخامس. القادم موج زاهر بن حمد المالكي. هذه النتيجة. أعود إلى المركز الأول إلى مقدمة الشوط إلى التحدي الجميل في هذا التحدي المثير. ثمين نحو المركز الأول هزاع بن علي الهديوي مع صدارة هذا الشوط ينطلق مع المركز الأول، لكن ارصد القادم. شوف المنطلق في هذه اللحظات شاهين ناصر بن محمد الدويكي، المنطلق في هذه اللحظات على المركز الثاني، أما في المركز الثالث هنا من يتواجد ضيف ناصر بن حمد الوهيبي، لكن الثلاثية في هذا الشوط المركز الأول في المقدمة والصدارة. هنا شعار الهديوي في مقدمة هذا الشوط اللي ينطلق مع ثمين هزاع بن علي الهديوي نحو المركز الأول في هذا الانطلاق الجميل والانطلاق المميزة. لكن الدخول في هذه اللحظات اللي تدخل علينا في هذه اللحظات من يتواجد شاهين ناصر بن محمد الدويكي، المنطلق في هذه اللحظات نحو الصدارة ونحو المركز الأول، من ينطلق نحو المركز الأول. يا سلام، شوف التنافس الثنائي في هذه اللحظات. الله، يا سلام يا سلام، الصدارة والقيادة نحو المركز الأول. الدويكي يحاول والهديوي ما زال صامد في هذه اللحظات، ثنائيه والأروع نحو المراكز الأولى نحو صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، لكن الدويكي حسمها الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك شاهين ناصر بن محمد الدويكي، المركز الثاني ثمين هزاع بن علي الهديوي، المركز الثالث ثالث المراكز هناك. ولكن توقيتنا الزمني دقيقتين و11 94 جزء من الثانية هو التوقيت.